عسلامة مرحبا بكم في تريبل نوف votre émission de téléachat à la قناه التاسعه. معكم صابرين خليفه منصور وباش نرافقكم طيله الموسم هذا باش نحكيو في افاريت مزيانه اسوام معقوله برشا. ما عليكم كان تعجوا الكوموند نتاعكم اللي باش توصلكم في 48 ساعه فقط. تابعونا. شكون ما يحبش يربح وقته وفلوسه وسورتو يستحفظ على شعره؟ اليوم مع تريبل نوف ومع الماركه العالميه لكسيكا جبت لكم بلاك من احسن انواع ليليسور ان سيراميك. واليوم ما جيتش وحدي باش نحكي عليها البلاك هذه، جبت معايا ان اكسبير في الدومين سي الياس كواف. مرحبا بيك. عايشك، مرحبا بيكم، مرحبا بكافه المشاهدين. الياس كواف صاحب صالون حلاقه وتجميل، عندي 15 سنه في الدومين. ما شاء الله 15 سنه، اللي يقصد دار كبيره، دونك متصور ما فماش اكثر من الياس كواف ينجم يحكي لنا اكثر على البلاك، الخاصيات نتاعها وش هي الحاجه اللي تخليني نشري البلاك هذه لكسيكال، على خاطر عندنا برشا شواء. دونك اول سؤال باش نطرحه لك، شنو هما الحاجات وشنو هما الخاصيات اللي يخليوني نختار بلاك من بلاك اخرى؟ هي الماتير نتاعها لازم تكون سيراميك، عندها التمبيراتور نتاعها لازم تكون سخونه، توصل درجتها حتى 230 درجه باش نجموا نخدموا بها البروتيين ولا كيراتين ولا الكولاجين. اون بليس زاد لازم تكون سيستم سيكوريتي نتاعها. مادام حكيت لنا عطيتها خاصيات هذوما، نجم نقول لكم وناكد لكم اللي الخاصيات هذوما موجودين في البلاك لكسيكال نتاعنا. اول حاجه الماتيغ نتاعها سيراميك، هي تستحفظ على شعرها وما تحرقهاش. الحاجه الثانيه درجه الحراره اللي كنت تحكي عليهم وعلى 230 اللي قلت لنا عليها. البلاك نتاعنا لكسيكال فيها 6 درجه حراره، كان باش تعمل ابليكاسيون وباش تعمل ليساج نتاع كيراتين والا بروتيين توصل ل 230 درجه، وكان باش نعمل حاجه خفيفه نجم نحطوها في 170 ولا 185 اكيكا ولا اي. الحاجه الثالثه والمهمه هي سيستم دو سيكوريتي، اللي البلاك نتاعنا لكسيكال تتسكر بعد ساعه كان نسيناها تمشي. البلاك لكسيكال الميزه اللي فيها انها خفيفه وبراتيك وريغلابل. تعاوننا برشا في لي ديبلاسمون، كي انت هكا عندك ديبلاسمون ما تحبش حاجه ثقيله وحاجه ما تاخذش برشا اسباس في الفاليز، عليكم بالبلاك لكسيكال. الحاجه الباهيه الاخرى هي السيراميك، علاش يعاون السيراميك على الاخر؟ السيراميك هو ماتير من اللي تخلي الشعره ما تحرقش وتستحفظ عليها وبتبدل زاد اللون الشعره. سورتو كي يبدا واحد عامل كولوراسيون هكاك. الماتير هذه من احسن الماتير اللي نجموا نلقاهم في لي بلاك. التمبيراتور نتاعها توصل ريغلابل وتوصل 230 درجه. معناها الميزات هذه الكل والسوم اهبال، 79 دينار اكاها وزيد نجموا تخلصوا على شهرين، معناتها الشهر باش يجيكم 39 دينار و500 اكاها. بيان سور عندكم غارونتي نتاع عام والتوصيل باش يكون مجاني مع تونيزيا اكسبريس. توا باش نخليكم مع البي تي ار يزيد يفسر لكم برودوي، ومن بعد عندنا لقاء مع الياس كواف في السالون نتاعو المره هذه باش نشوفوا كيفاش نستعملوا البرودوي وتزيدوا تفهموا اكثر معنا. هيو معايا. إذا مستحقة للسوغ يستحفظ لك على شعرك وينقص عليك المصروف، البلاك اون سيراميك لكسيكال 82 وات هي اللي باش تعاونك وتخلي عملية الليساج وحتى الابليكاسيون متاع الكيراتين والبروتيين متاع شعرك سهلة وسريعة. وأهم حاجة تحافظ على الكاليتي متاع شعرك وما تضروش، على خطر فيها سيستم يعدل السخانة متاع البلاك باش ما تحرقش الشعرة. درجة الحرارة متاعها توصل 230 درجة، تنجم تختار السخانة اللي حاجتك بها عن طريق ليكران تاكتيل. البلاك هذه المتميزة بقوتها والديزاين المزيان متوفرة عنا في الكولور غري وبلان، وسومها في تريبل نوف اليوم أفار ب 79 دينار مع إمكانية التقسيط في الدفع بالجارانتي والتوصيل بلاش مع تونيزيا اكسبريس. عدي الكوموند نتاعك من توا على السيت ويب نتاعنا www.triplenoff.com.tn وإلا على الباج فيسبوك تريبل نوف، وكلمونا على 71 100 411. وتوا بعد ما جربنا البلاك وشفتوها على عينيكم عند الياس كواف، نعاود نفكركم اللي الكميات محدودة. ما عليكم كان تعجوا الكوموند على 70 608 525. بالنسبة للسوم نتاعها 79 دينار اكاهو، تنجموا تقسموهم على شهرين وغارانتي بيان سور عام كامل، والتوصيل باش يكون مجاني مع تونيزا اكسبريس. خليكم ديما برونشي مع تريبل نوف، لافاريت ما توفاش.